مساء الخير من القاهرة والناس، ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. الرئيس: مواجهة الإرهاب قيم المواطنة. الدولة تدعم أقبة العريش في الإسماعيلية. الداخلية تطلق حملة خلي بالك. وتحذيرات من هدم الأقصى بسبب حفريات إسرائيلية. وإليكم تفاصيل النشرة. مواجهة الإرهاب بقيم المواطنة. فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف منارة للفكر الإسلامي المعتدل، مشيرا إلى مسؤولية الأزهر في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب، مشددا على ضرورة استمرار جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني والتأكيد على قيم التقدم والتسامح وقبول الآخر، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة والتي تواجه فيها تحدي الإرهاب. والدولة تواجه الإرهاب وتدعم أقبات العريش. فقد أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة خلال زيارته للإسماعيلية عن تخصيص 10 سيارات عيادات متنقلة لتوقيع الكشف الطبي على الأسر القبطية التي انتقلت من العريش إلى الإسماعيلية، موضحا أن هذه القوافل مستمرة 3 أيام على أن يتم توفير كارت لكل فرد للتردد على مستشفى الإسماعيلية العام. فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أنه تم توفير وحدات سكنية بمشروع المستقبل بالإسماعيلية للإسكان الاجتماعي لأهالنا من مواطني سيناء المنتقلين للمحافظة، موضحا أن تسكينهم سيكون بصفة مؤقتة لحين عودتهم إلى مساكنهم. الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية. فقد أطلقت وزارة الداخلية حملة خلي بالك لتوعية المواطنين من أخطار الحريق، حيث نشر قطاع الإعلام بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بعض التنويهات عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين من أخطار الحرائق والكوارث وطرق تجنبها والوقاية منها، وذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بأهمية ترسيخ الوعي المجتمعي للحماية من مخاطر الحريق والحد منها. تبدأ وزارة القوى العاملة من اليوم وحتى 9 مارس المقبل قبول طلبات الدفعة 5 من الراغبين في التدريب من الشباب مجانا على أعمال استكشاف البترول وحفر الآبار وإنتاج النفط، وسيتم منح المتدرب مكافأة مالية 1000 جنيه شهريا، ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على دبلوم المدارس الفنية الصناعية أو الجامعة العمالية دفعات 2014 وحتى 2016، وعلى المتقدم أن يكون حاصلا على تقدير جيد وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها مع الإلمام باللغة الإنجليزية وألا يزيد السن عن 25 عاما. أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة موظف بالشركة المصرية للاتصالات إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 60 مليون جنيه، على الرغم من أن إجمالي مرتبه وما حصل عليه من مزايا ومكافآت وأرباح بالشركة لا يتعدى 600 ألف جنيه. وكشفت التحقيقات استغلال المتهم لوظيفته وتحميل تطبيقات تسهل عملية تمرير المكالمات الصوتية عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة، ما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح الشركة. ونداء هام للمجتمع الدولي. فقد حذر وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف أدعيس من هدم المسجد الأقصى بسبب الحفريات اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة التحرك بصورة جادة لمنع الاحتلال الإسرائيلي من التعرض اليومي للمسجد الأقصى. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية وافا ذكرت أن انهيارات أرضية وقعت في حوش بيضون جنوب المسجد الأقصى، وذلك بسبب الحفريات التي يقوم بها الاحتلال في المنطقة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.